73 صباح الخير ومرحبا لي. نهارك مبروك. يبارك فيك يا عايشك. صبا علاش نحب النوع نهار نهارك زين، نهارك مبروك، نهارك سعيد. توينسا يصبحوا برشا حاجات صباح راه. احسن تصبيحه ريم هكا تنجم تجيك صباح. اذا كان العبد اللي صبح عليا نحبه، دونك هذيك احسن تصبيحه بغض النظر على الكلمه اللي قالها لي. اي حاجه، اي كلمه. الحقيقه ديما تقعد في بالي هكا تصبيحه نتاع ناس بكري اللي يبداو ماشيين في الحومه يصبحوا مع العبيد ما يعرفهم، سعيد بخير، سعيد بخير، هذيك ياسر مزيان. ولتوا ماهيش موجوده برشا، ما كي تسمعها هكا في قهوه ولا تسمعها في حومه ولا تسمعها وانت تمشي. كلي ما احنا اليوم ما نصبحوش العبيد ما نعرفوهمش، معناها قليل ونتصبح على العبد ما تعرفوش. ولا واحد يقولك على السلامه في الشارع تقول له يسلمك على السلامه، مي كان ما شريتلوش عركاز انت تسمى سلكته. مي بون كي تبدا هكا اي بون كي تبدا من معناها كل شويه خير في التوانسه مازالوا يصبحوا الصباح مع على ناس ما يعرفوهمش، و مزيد فما شوية تبسيمة مش برشا ما فما بيه على التبسيمة وحضرتها لك اليوم الناس البوك ديم انت والمستمعين بتاعنا. خلينا نمشي ونشوفوا شنو باش نحكي لكم توت سويت في ناس البوك. Time to check my Facebook. Facebook, Facebook, gotta check my Facebook. Facebook, Facebook, gotta check my Facebook. It's a Facebook where ناس البوك البارح يغلي ويحكي ويتناقش ويتفاعلوا على موضوع تشكيل الحكومه، وخاصه فتاتخ معناها لزاكوتي نتاع الموضوع هذا اللي هو صاحب الثقه من حكومه تصريف الاعمال يوسف الشهيد. خلينا نشوفوا المواطن التونسي هذا كيفاش حكى. عسلامة تونس. عاد المهرجان اليوم تاع التصريحات وبدات الحرب فهمني الخفيه، ولات تو بدات الحرب معلنه هكا في الميديا. استغرب انا من مسؤولين كانوا في الدوله، مسؤولين كانوا شادين يعني كيما هذا السيد كان وزير عدل يصرح ويقول لك فهمني احنا باش نسحبوا ثقه من الحكومه المكلفه، مش المكلفه سامحوني، تصريف الاعمال يوسف الشهد. يا اخي انت انا مشروعيه اللي عندك باش تسحب ثقه، يا اخي انت اعطيت ثقه للحكومه هذه باش تسحب منها، البرلمان اللي اعطاه ثقه لحكومه الشهد مش على روحه، جاب برلمان اخر. يا اخي علاش هكا تعملوا يا رسول الله؟ تغلطوا في راي العام التونسي، علاش تغلطوا في المواطنين؟ علاش تغلطوا في الافكار بتاع الناس؟ باهي هو يتسائل علاش يوسف الشاهد جاوبوا البارح في الليل علاش. سي البيجي الله يرحمه قال اذا خلى لك الجو فبيضي وفرخي. يعني اليوم الاطراف اللي تدعو الى السيناريوهات هذه نتاع سحب الثقه من الحكومه يمكن ننصحهم بحاجه، نقول لهم نقصوا شويه من الفرجه في نتفليكس ولا كل ربي يعينهم. اش قول كريمه؟ ساعة ظهر يوسف الشاهد محافظ من أمثلة البيجي كان هذا المثل الوحيد ديما يستعملوا المثل هذا وبارامون ليه يحبوا معناتها جاي على القياس. بالنسبة للناس اللي تدعوا لسحب ثقة كان مصحيح إذا ما فماش علاش ما يتفرجوا برشا في أفلام في نتفليكس. لا مش على هذايا نحكي، معناتها البرلمان اللي أعطى ثقة اللي أعطى ثقته لحكومة الشاهد، البرلمان هذا مش على روحه، صارت انتخابات تشريعية، الحكومة هذايا اليوم هي حكومة تصريف أعمال. هي حسب رايي مش بارادتهم قاعدين توا، على خاطر الوضعيه والظرفيه السياسيه اللي تمر بها البلاد هي اللي خليتهم حتى توا مازالوا يوسف الشاهد رئيس حكومه تصريف اعمال الوزراء نتاعو مازالوا قاعدين يباشروا في المهام نتاعهم. ولكن كان مرت حكومه الحبيب الجملي كنا اليوم نحكيوا على سيناريوهات اخرى. هو بوتيتخ فما سيناريو اخر نحكيوا عليه زاد ريم، سيناريو اعاده الانتخابات باش نمشيو لانتخابات اخرى، انتخابات تشريعيه، ونعرفوا انتخابات معناها حمله تاع انتخابات تتصاور تتعلق وصنادق تتحط ومدارس تتحل. خلينا نرجع شويه بالتويلي، المسرحيه كانت تتعدات في العهد القديم برشا ناس يحبوها، تحكي على الوضعيه دي. انا الواحد اللي هذه الانتخابات ها والاخر في التلفزه محلوله ينمر فيه ويقول له لا زيدوني دقيقه تنوريكم مش نعمل فيه ها، وكراه بتزمر وحاله وحالنا مكشوف قدام اللي يسوى واللي ما يسواش، باسم تونس ومستقبل تونس ومصير تونس وزيتون تونس طرقات نتاع تونس مهرجان البرقوس نتاع تونس بلش نتاع تونس، عافينا من هذه الانتخابات. واش يا سيدي هكا التبذير وكل المصروف الزايد الغيره باش تعلق الاوراق في الشارع وها وصنادق وكتب ودهن وشقلاله ما لهش جو، جاوك شويه ذوك هذا مش صندوق ولا زرينه، هذا الاف المؤلفه من الصناديق احسبهم انت. اذا كل صندوق يتكلف لك كذا مسامر وكذا دهن وكذا كوب وكذا مالا وكل شنو وكل قماش نكحل وكل مكاتب باش يحلهم هذوك من نار لحد ومال كذا. هذه معناها بطريقه ضحك شويه نقديه للمصروف نتاع حملات الانتخابيه ونتاع اللي يصير في الانتخابات. احنا لتو هذولي مازلنا نقاسيو من اللي صرفناه في الانتخابات الاولانيه، فما بالك كان تدعم علينا انتخابات جديده. هو المصروف ديجا الميزانيه معناتها تحكيو عليها قداش نجم تتكلف الانتخابات على التوانسه، اما ان شاء الله ما نمشيوش في سيناريو اعاده الانتخابات وكا.
بي ريم البارح حكينا شويه في الغوفي دو بريس، كنت تفكر على المسلسلات اللي قاعده تحضر طول الايام هذه رمضان. زاد كيف كيف حكينا على الجاسوس السيت كوم اللي حضر فيه لطفي العبدلي، وقلت لك البارح باش يكونوا معاه ثلاثه جميلات. خلينا نسمع ثلاثه جميلات هذوما في حوار لهم في لبنان توت سويت. الواحد بيحتار وين بده يروح شو بده يزور، وفعلا كانوا محتارين الاخوات آلس ونادين وفرح عبد العزيز وين قضوا وقتهم في تونس، وهذا الشيء كان واضح بالصور اللي نزلتها كل واحده منهم على الانستغرام. الاكل التونسي كثير طيب، وحتى كمان العالم لظريفين لذيذين، كثير عندنا متابعين من تونس، انا ما كنت عارفه انه هالقد الكميه كبيره. ما بسمع شيء شفرك ما يبكي لك كان شفرك وما يندب لي ما يندب. واذا مفكرين انه هاللقاء كان صدفه بتكونوا غلط. فكمان عم بيحضروا مع لطفي سيت كوم حيكون اسمه الجاسوس بشكل مبدئي لينعرض برمضان القادم. شكله في جاسوس خبريك. انت تعرفهم الاخوات عبد العزيز؟ نعرفهم ليه، ما شفتهم مره في باساج مع في على قناه مصريه. دونك باش يكونوا حاضرين ان شاء الله في الجاسوس في سيت كوم تاع لطفي العبدلي. شو يعملوا ممثلات؟ كيما الكارداشيان موضة وفاشن و... عارضات أزياء أكيكا عارضات أزياء ما مزينيت عن الأخر، وانتو كابش يكونوا موجودين في الجاسوس. حاجة اللي عجبتني الترويج متاع الجاسوس في العالم العربي، معناه من خلالهم هما تم ترويج السيت كوم التونسي اللي باش تخدم في تونس واللي فيه ممثلين تونس في العالم العربي، معناها حاجة باهية على الأخر. حاجة أخرى إن شاء الله السيت كوم هذا يكون في انتظارات التونس إن شاء الله، جوستومون إن شاء الله ما يكونش حاجة صدمة. باهي باش نازك الحاجة تحبها أنت اليوم، فكيتها لك من التلفزيون ريم، باش نازك لعمرو أديب. عمرو أديب وعمرو ذياب يحكوا مع بعضهم في التليفون، خلينا نشوفوا شنو هي الحوار هذايا وعلى شنو يحكيوا. تتصويت سؤال علشان ده برضو مع الأغنية لأن هي نازلة في الفالنتاين، الناس كلها عندها سؤال مهم جدا، أنت جبت لها إيه في الفالنتاين وهي جابت لك إيه؟ هي دينا بتجيب لي حاجة جميلة قوي، إن أنا بتخليني أعرف أطلع إنتاج كويس، ودي حاجة بالنسبة لي أهم حاجة في حياتي، إن في حد عندي في حياتي يعرف يخليني أطلع. هي دي الهدية يعني؟ لا مش دي هدية عظيمة قوي، ده مفيش حد بفهم كده كتير يعني، صعب جدا. إنما تقول لي هديها مثلا وردة حمراء وهتديني وردة بيضة ودي كده ممكن. عمرو دياب ودينا الشربيني وردة حمراء ووردة بيضة، فين الحاجات يا أبو عمير؟ فين؟ طب انت هي طلعت أحلى حاجات وأنت طيب عملت إيه؟ جبت إيه؟ هي تسألها أنت بقى، هي في الحكاية دي بس هي إنما جبت يعني جبت يعني ماشي ماشيها كده ماشيها كده. عمرو دياب من القليل انه باش يطلع في التلفاز ولا في لي زانترفيو، قليل لي زانترفيو نتاعهم. كان معناها مع عمرو اديب بمناسبه سان فالونتان والاصدار الجديد نتاع الالبوم نتاعو الجديد الاخراني سهران، واللي فيه اغنيه ذا جي لدينا الشربيني. دونك كيما العاده طريقه عمرو اديب في هي دينا الشربيني شكون؟ ممثله زوجته معناها؟ لا مازلت ممثل صديقته حبيبته خطيبته مريم تقولي خطيبته تري بيان. هذه دونك دورتي اليوم في لي ريزو سوسيو هكا شويه ردود افعال على عيد الحب، شنو اللي صار في عيد الحب، وبيان سور لاكتواليتي اللي قاعدين نعيشوا فيها بالنسبه لليوم. خليكم معنا ما تبعدوش، وبعد شويه يجيكم ريم بالتلفزيون 57 دقيقه. تو سويت موزيكا راجعينها.